عاجل، مجلس الأمن يعتمد لأول مرة قرارا بوقف إطلاق النار في غزة. وإلى التفاصيل، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع الرهائن بتأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت. وقد تمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس، ولم يتمكن المجلس على مدى الشهور الماضية من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وفي إطار مطالبته بالإفراج عن جميع الرهائن، طالب القرار بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وبامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم. ويشدد القرار على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، وأكد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع. الأمين العام للأمم المتحدة طالب بعد اعتماد القرار بتطبيقه، مؤكدا أن الفشل في تطبيقه أمر غير مقبول. وقال أنطونيو غوتيريش في تدوينة له على موقع إكس: المجلس وافق للتو على قرار طال انتظاره بشأن غزة، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. يتعين تطبيق هذا القرار، الفشل لن يغتفر. وبشأن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، قال البيت الأبيض الأمريكي: امتناعنا عن التصويت على قرار مجلس الأمن لا يمثل تغييرا في سياستنا، مضيفا: اكتفينا بالامتناع عن التصويت لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس. وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك، كما نقلت الوكالة عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها إن الولايات المتحدة تعتقد أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة غير ملزم، فيما اعتبر مراقبون اعتماد مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار في غزة انتصارا جزئيا لحركة حماس. من جهته، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقد في مجلس الأمن لوقف اعتماد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه إن الولايات المتحدة تراجعت عن سياستها المنهجية في مجلس الأمن منذ بداية الحرب، مضيفا أن الولايات المتحدة انسحبت من موقفها الثابت في مجلس الأمن، حيث ربطت قبل أيام قليلة وقف إطلاق النار بالإفراج عن المختطفين، مؤكدا أن هذا تراجع واضح عن الموقف الأمريكي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب. وأنا أقول أن هذا القرار جاء خضوعا لليمن، وجاء نتيجة العمليات البحرية في البحر الأحمر والعربي وخليج عدن. والأدلة كثيرة وبإمكانكم استشفافها من خلال الأحداث التي جرت والتي لا زالت تجري. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.